جل من سواه شهر من جمال، حان فيه السعي للفردوس حان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. تكلمنا في لقاءاتنا السابقة عن قوله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. طيب، السؤال الآن: ما هو الدعاء؟ ولابد أن نتعرف على أفضل الدعاء وعلى أفضل الذكر، لقوله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هل الدعاء هو الذكر، أو الذكر هو الدعاء، أو بينهما عموم وخصوص؟ هذا ما سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله. الدعاء يتبادر إلى الأذهان دائما أنه سؤال وطلب: نسألك الجنة، نسألك رزقا، نسألك ولدا، نسألك صحة. هذا هو الدعاء الذي يتبادر إلى أذهاننا كلما ذكرت هذه الكلمة. والصحيح أن الدعاء أشمل من ذلك وأوسع من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فالدعاء يشمل العبادة كلها، والعبادات القولية خاصة. وأفضل الدعاء هو الذكر، لأن الدعاء ينقسم إلى نوعين: النوع الأول هو دعاء الثناء والمدح وذكر الله عز وجل بكل حمد وبكل كمال وبكل جلال، يسمى هذا دعاء الثناء. والنوع الثاني من الدعاء هو دعاء المسألة: تسأل الله عز وجل الجنة وتعوذ به من النار، تسأل الله ولدا وصحة ومالا وعقلا وهداية. فالدعاء دعاء ثناء ودعاء مسألة، وكلاهما يدخل طبعا في قوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والذكر معنى خاص من معاني الدعاء، فالذكر هو ذكر الله عز وجل بالثناء عليه وحمده وذكر جميل أسمائه وصفاته والتضرع بها وخشوع القلب بها وتمثل معانيها في النفس واستحضار معانيها في القلب، فيكون الذكر صورة من صور الدعاء. والله عز وجل وعد من يذكره أنه سبحانه يذكره: فاذكروني أذكركم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه في الحديث القدسي: إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فالدعاء والذكر أو الطلب والثناء لابد أن يقترنا عند المسلم عندما يدعو الله سبحانه وتعالى، بل إذا اقتصر على الذكر من غير طلب ومسألة لعله أن تجاب مسائله وطلباته كلها بغير أن يصرح بها. وأشهر ما جاء في ذلك أن الله عز وجل ألهم يونس في بطن الحوت فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكما تجد واضح من الآية أن وكما يظهر واضحا من الآية أن يونس عليه السلام لم يقل: رب أخرجني من بطن الحوت، رب إني في كرب شديد، ولكنه اقتصر على التضرع بأسماء الله عز وجل وبصفاته وإقراره بظلمه وخطئه، فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكان عاقبة هذا الذكر وهذا الثناء على الله عز وجل أن الله عز وجل استجاب له ونجاه من بطن الحوت. وقد جاء في بعض الآثار
أن الله عز وجل قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي أو أفضل مما أعطي السائلين. وإن كان في هذا الحديث مقال، لكننا نجد له الشواهد الكثيرة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنبين في اللقاءات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جل من سواه شهر من جمال، حان فيه السعي للفردوس حان.